السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية متابعينا الكرام. طبعا احنا في احد المشاريع حبينا نشوف مع بعض عملية تركيب الجبس على الدكت. كل ما عم نشوف هون، انا عندي دكت هون، الفتحة اللي طالع منها دكت. هون بتم تركيب هاي السبورتات ويتم تركيب الجبس. عندي هون مخارج الهواء اللي راح تركب عليها الجريلات. طبعا مثل ما عم تشوفوا هون يتسكر عند الجبس على الاربع جهات، بيكون الدكت داخل هذا الجبس. طبعا هاي مراحل التركيب بالنسبة ما عم تشوفوا هون. ايضا عندي هون دكت يتم اغلاق الجبس، نفس الشيء عندي هون الصالة. طبعا مثل ما تشوفوا هون مخارج الهواء. هون راح يكون في عندي ماكينة. طبعا نضطر احيانا لتركيب وحدات التكييف داخل الصالات. طبعا هذا الجبس سيتم اغلاقه بشكل كامل. وانا عندي هون الطابق الاول، بنفس الطريقة يتم تركيب هاي السبورتات وأخفاء الدكت داخل الجبس. طبعا في مكيفات سبليت يونت المشروع. هاي بالنسبة للدكت وتركيب الجبس اللي بغطي عندنا هون الدكتات. طبعا تركيب بايبات الغاز هون عندي في هذا المشروع بالاساس ما كان في تأسيس لسليفات تكييف، فاحنا اضطرينا نستخدم الرايزر لتركيب بايبات الغاز. كما عم تشوفوا هون بايبات الغاز كيف مرة. طبعا الأفضل يكون في سليفات راكبة حيث يكون بايب الغاز مثل ما شرحنا لكم سابقا مباشرة جاي مباشرة اتجاه الأعلى. هون عندي، لو في هون عندي سليف كان البايب جاي مباشرة من اتجاه الأسفل، ولكن مثل ما بتشوفوا هون احنا بنستخدم الرايزر لتنزيل بايبات الغاز، لأنه هذا المشروع احنا استلمناه جاهز، وبالتالي لم يتم تركيب السليفات بشكل صحيح، فاحنا بهي الحالة بنضطر نركب بايبات الغاز استخدام الرايزر. طبعا ان شاء الله سيتم البدء بتركيب الوحدات الداخلية
توريدها إلى الموقع وتعليقها حتى يتم إنهاء أعمال الجبس. يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام.